المساجد مع طبعا احنا سكة الحديد موجود، السكة الحديد اللي هو هذا العربيات تاجر العربيات اللي هو على طول طريق طوالي مصر القاهرة او القاهرة الاسماعيلية، يمينا على طول يبقى القاهرة، شمالنا اتجاه العربية زي ماشية كده الاسماعيلية، وبجوارها على طول ملاصقة وموازي لها سكة الحديد يمكن ظهر اهو وماشي طوالي، وهذا المحطة بتاعة البلد. جامع هنا، جامع الجامع بتاع المسجد اللي هو بتاع الشرقوية المدينة المنورة أهو. بعد كده الجامع هنا أم الحرمين المأذنة بتاعته، هنا جامع حلاوة باين أهو، في جامع هنا متداري بعد النخل اسمه جامع الشرقوية بس مش باين، في جامع الأربعين مسجد الأربعين، في مسجد أم القرى أهو باين المأذنة بتاعته أهي، تحت منه بشوية مسجد النور أهوت اللي هو جوار السهريج. بعد كده في مسجد بين المبنيين بين مدرستين بين مسجد ايه الشيخ عبد الله المأذون، وادي ايه المتعة الناظرين، متعة هذا بلدنا وصورة بلدنا ايه من الداخل اهو، صورة بلدنا ومعالم بلدنا من الداخل من السطح. وادي يا عم حمو يلا ننزل يا حمو، يلا ننزل يا حمو، ما تشيلش حاجات من دي، لا لا غلط غلط يا حمو، غلط يا حمو، يلا يا حمو يلا ننزل بقى اتصورنا احنا بقى، فاضل القطر، لو القطر جه القطار هيصوره لك، يلا ننزل يا حمو، يلا يا حمو صورنا لحمو من فوق سطح جدي غبت. الله يتعور يا اخي.